تعال نسال الكابتن جهاد جريش. اتفضل كابتن الكبير. كابتن جهاد جريش صباح الفل عليك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى الضيوف اللي معاك. اخبارك يا كابتن جهاد؟ الحمد لله والله. انا كنت بتكلم انا والكابتن محمد عبد الجديد دلوقتي على اقتراح، يعني فكره انا دردشت فيها معاك قبل الهوا، بس حابب حضرتك كمان تقولها على الهوا، وهو مطالبه النادي الاهلي او اللي المفروض الاهلي يعمله انه يطالب مثلا بحكام فار اجانب او اوروبيين زي ما حصل في مباريات تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. هل ده وارد؟ هل ده واجب؟ هل ده المفروض يحصل؟ هل الكاف ممكن يوافق على حاجه زي كده؟ اولا بصب على كابتن محمد، طبعا بفتره من كبيره ما شفتوش، فبصب عليه. ربنا يديله الصحه والنور دايما يا كابتن محمد. صباح الخير يا كابتن كريم. القصه في الاتحاد الافريقي، الماتشات اللي انطلب فيها حكام فار ده الاتحاد الدولي كانت ماتشات الاتحاد الدولي، وكان سهل جدا الاتحاد الدولي بماتشاته كان يعين فار، فده اللي حصل في تصفيات كاس العالم. صحيح. لكن بنتكلم على ماتشات خاصه بالاتحاد الافريقي، بستبعد جدا الاتحاد الافريقي ممكن يوافق يعين حكم او حكم فار من خارج القاره، ده هيبقى صعب جدا، لان ده هيبقى تقليل كبير جدا من حكام افريقيا قدام العالم كله. فده حتى لو انطلب يعني انا اتوقع الطلب ده هيتقبل بالرفض من الاتحاد الافريقي. ولكن احنا بنتكلم ان احنا ممكن تتكلم انت قول خمس ست حكام تثق فيهم كنادي اهلي في ماتش كبير زي ده عشان يتم الاختيار من خلالهم، وبالتالي ده هيبقى متاح من النادي الاهلي ان يكلم الاتحاد الافريقي، انا عايز خمس ست حكام احددهم بالاسم، يختار الاتحاد الافريقي منهم. يبقى ده ممكن تبقى سهل جدا الاتحاد الاهلي يشتغل في الاتجاه ده، او اتحاد الكره يشتغل في الاتجاه ده لتحقيق العداله الكامله في ماتش كبير زي نهائي افريقيا. طب لو سالت حضرتك، شايف مين الحكم الانسب لاداره مباراه زي ديت في الوضع الحالي، الوضع اللي فيه بعض الريبه والقلق ده؟ يعني انا من وجهه نظري الشخصيه فيكتور جوميز رقم واحد في افريقيا حاليا، ممكن تثق في نزاهته وتثق في ادائه في الملعب، وفي نفس الوقت محتاج حكم فار بكفاءه عاليه. انا اثق جدا في جاني سيكازو اللي كان مع ماتش الاهلي الماتش اللي فات وحكم فار جريء وراح كاس العالم اللي فات، فالراجل برضه خبراته كبيره وعايز في ماتش كبير زي دوت لازم ينجح. فالاثنين دولت لو توفروا في مباراه ثقة رجعت كريم ان هيخرج الاهلي واخد حقه تماما في المباراه، وبالتالي مش هتحس بالتحكيم في المباراه. هل هتتفاجئ لو لقيت مثلا بكاري جسامه في ارض الملعب او على الفار؟ لا ما اعتقدش ان هيحصل ده، انا ما اعتقدش، مش هتفاجئ، لان انا يعني برضو احنا اللي احنا بنتكلم فيه او اللي احنا حاسين بيه كجمهور مصري مع اللي حصل مع جسامه في ماتش في كاس امم افريقيا كجمهور مصري، والاهلي برده ما فيش قناعه بجسامه، فهيبقى يعني يستبعد جدا جسامه من الموضوع ده، هيبقى صعب جدا. الحكم اللي شمال افريقيا اتوقع ان يبقى مستبعد في الماتش الوداد والاهلي بصوره كبيره. فتوقعي الشخصي بنسبه كبيره جدا هتلاقي فيكتور جوميز من المرشحين جدا، او في الصوره جدا ان هو يبقى رقم واحد في مرشح لاداره المباراه النهائيه في السنه ان شاء الله. عظيم جدا. لفت نظرك لقطات تحكيميه في مباراه اليوم في الدوري؟ لا انا ما تابعتش قوي، بس انا كان في حد كلمني، بس انا مش بتفرجش على الماتشات النهارده، كان كنت في ظروف كده ما بتفرجش على الماتشات، لكن هتفرج عليها كريم وابقى معاك ان شاء الله في الحلقات الجايه نتكلم فيها ان شاء الله. كابتن جهاد جريش نورتني كالعاده، دايما بستمتع بتواجدك معانا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.